السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدموا طريقة ديال الجنيحات، كيجيو زوينين بواحد التتبيله رائعة، كيجيو خفاف وكنديروهم في الفرن. بعد ما غادي نطفوهم ونرقدوهم شوية في الحامض بعد ما غسلناهم، غادي نعملو غير جنيحات بوحدهم. عندي هنايا كيلو ديال الجناح، صافي غادي نحاولوا ننظفوهم ونحيدوهم الا فيهم شي حاجه، وغادي نديروا عليهم شويه الحامض ونخليهم حتى يستقطروا. من بعد هما هادو بعد ما سقطرناهم ووجدناهم وحاولنا ننقيوهم الا فيهم شي حاجه باقا، صافي غادي نستفوهم دابا باش غادي نبداو نقطعوا فيهم. كيجيو زوينين بهاد التتبيله وكيطيبوا في الفرن اولا نشويوهم في الشوي بهاد الطريقه، كيجيو ما تشبعوش منهم. انا ما عنديش معاهم ولكن بهذه الطريقه عجبوني. صافي غادي نبداو نفلحوهم كاملين باش ملي كنديروا لهم التتبيله كتدخل فيهم، وحتى في الطياب دغيا كيطيبوا. صافي اللي فلحنا غنحطوها جانبا، صافي غادي نمشيو عليهم كاملين هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. كنحاولوا نفلحوهم جوج جهات باش ملي كنتبلوهم كيشربوا داك التوابل. صافي من بعد ما فلحناهم كاملين غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نديروا فيه التتبيله. غادي نديرو معلقة ديال مطيشة معلبة، معلقة ديال الثومة اللي محكوكة، عندنا معلقة صغيرة ديال الملح على حسب الكمية اللي عندنا، عندنا تحميرة، شوية ديال الكمون، شوية ديال زريعة القزبر، الهريسة كتبقى اختيارية على حسب الرغبة، عندنا نص حمضة غادي نزيدو لهم في الخليط، غادي نعصروها على الخليط اللي عندنا. غادي نضيفو واحد المعلقة ديال الصوجة الخفيفة، صافي غادي نزيدو دابا شوية ديال الزعتر من الفوق حتى هي، غادي نضيفو واحد جوج كبار معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطوا هاد التتبيله مع بعضها مزيان. صافي دابا غادي نبداو نضيفو داك الجنيحات في داك التتبيله وغادي نخليهم تبلوهم مزيان. اللي بغى يتبلوهم في الليل يخليهم حتى الصباح عاد يجبدهم. انا خليتهم جوج ساعات في الثلاجة ومن بعد استعملتهم، يعني كانت كافية، شربوا مزيان. صافي دابا غادي نغطيهم بالسلوفان وغادي نحشوهم في الثلاجة واحد جوج ساعات عاد نرجع نجبدهم باش غادي نديرهم في الفرن. صافي غادي نديرهم دابا في الثلاجه وغادي نخليهم كيرتاحوا. من بعد ما ارتاحوا هما هادو كيكونوا شربوا التتبيله مزيان، ودك التتبيله اللي درنا لهم هما اللي غادي نطيبوها فيهم، ما غنزيدو لهم حتى اضافه اخرى. صافي عندي هاد الطويجين ديال الفرن، غادي نحاول ستفهم فيه. كنكون انا عامله الفرن كيسخن، الفرن على درجه 180، اللي بغى يديرهم في فرن عادي ديال الغاز يديرهم، ما كياخذوش الوقت بزاف. صافي هما هادو ندخلهم الفرن حتى يطيبوا ونتلاقاو. صافي هما هادو قربوا يوجدوا، غادي نطلعهم يتحمروا شي شويه. هما هادو من بعد ما خداو التحميره الشوكي كيجيو زوينين، قدمتهم مع شويه ديال الفريت
وشلاضه. هذا هو الطريقه ديالهم كيجيو، كيجيو بهذه التتبيله رائعه. نتمنى تعجبكم الطريقه، والسلام عليكم. Thank you.